حابين نتكلم عن آلة العود. في كلام كتير طبعاً وتاريخ كتير عن آلة العود، بس احنا ممكن ندي نبذة بسيطة عن آلة العود. نقول إنه هو ظهر عند القدماء المصريين من 7000 سنة، وظهر طبعاً في المجتمع العربي وفي منطقة الدول العربية، وبعد كده ظهر في المنطقة الأوروبية. بس طبعا اختلاف كتير في الشكل وفي الأحجام، وظهر منه عائلات كتير من الآلات زي الجيتار، المندولين، البوزو، الساز. التطور اللي احنا وصلنا له دلوقتي عندنا العود اللي هو الموجود متواجد في مصر أو في الدول العربية هو بالشكل ده، وده يعتبر آخر شكل يعني اتفقوا عليه من حوالي نقدر نقول 500 سنة. هو معظمه فارسي، اخر حاجه استقروا عليها حتى الاسامي، مسميات اللي احنا بنتكلم بيها هي مسميات فارسيه، زي بيقولوا مثلا على الرقبه بيسموها بنجا، دي ريشه اللي هو الطبيعي جدا. المفاتيح بيسموها الملاوي، الاوتار دي شمسيه، رقمه المنطقة اللي أنا بعزف فيها للريشة، عشان الرقمة دي معمولة عشان تحفظ وش العود من الخبط، من خبط الريشة. الفرصة اللي مربوط فيها الأوتار، في هنا الأنف اللي هي معدية عليها الأوتار من الملاوي لحد الفرصة. الظهر بتاع العود برضو هو يعني المسمى بتاعه المتعرف عليه فارسي برضو، بيقولوا عليه أصع. في أشكال كتير ومدارس في العزف مختلفة، في المدرسة المصرية التقليدية، وفي المدرسة التركية، في المدرسة العراقية، في مدارس حديثة مؤخرا اضاف تكنيكس مختلفة، تطور اللي هو طبيعة الحياة، التطور اللي بيحصل دائما في الحياة برضو بينعكس على الآلات الموسيقية، وكل عازف عنده خبرة مختلفة، فكل عازف دايما بيحاول يحط افكاره وبصمته بعد ما بيتعرف على المدارس التقليديه الموجوده. ممكن نقول دلوقتي حاجه مثلا للنموذج المصري القديم، شكل قالب التقاسيم. Thank you.